السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يا جماعة هنتكلم عن بابا إكليكتوس، هنتكلم فيه بقى عن حياته وازاي تربيه والغذاء بقى والتكاثر. دي ممكن نخليها حلقة لكل ببغاوات مش العصافير، لأن ببغاوات تختلف عن العصافير. فيلا بينا على الفيديو. ببغاء الإكليكتوس هنتكلم عنه في التربية بس، مش هنتكلم يعني عن التاريخ وإن أنت مش هتهتم أوي بالتاريخ، أنت هتهتم أكتر بالتربية. ممكن نقول لكم نبذة كده، معلومة كده في التاريخ، إن الببغان ده كنت متذكر مختلف عن النتائج حرفيا، كان فكرهم معين مختلفين، على عكس يعني في أنواع تانية بتربط سمك بنلخبطه بين سمك تاني، ده بقى ذكر ونتاية بس مختلفين، حتى في شكل منقار، ده تحس منقار برتقاني طويل وطويل شوية، لكن ده تحسه عامل زي الببغاء ده اللي هو عامل الدكر، تحسه عامل منقار عامل زي الببغاء الضرة على اللون يعني، غير النتاية يعني اسود وعادي يعني. فدي يعني النبذة يعني في التاريخ. نتكلم عن القفص، ممكن احسن قفص اللي هو متر في متر في متر، ده ممكن تحطه بردك للكاسكو عادي يعني، هو متر مكعب يعني. ده مناسب جدا للإكليكتوس والكاسكو بقى، والمكاو حاجة تانية خالص. المكاو ممكن نعمل عنه، احنا عملنا عنه حلقة، بس ممكن نعمل عنه جزء تاني يعني لو عايزين. عموما لو التدريب ممكن في التدريب يعني ممكن تصغر القفص شوية يعني، تخليه أصغر شوية. لو هنتكلم عن البياضة، البياضة ممكن تعملها بياضة على شكل حرف N أو بياضة كبيرة كده عادية، بس تكون أكبر شوية، أكبر من بتاعة الكمبيوتر، بس ممكن بالحرف N دي بتبقى أحسن، طبعا بيبقى فيها سلم كده يطلع منه، عشان بتحسن إن هي تبقى طويلة يعني مش شايفين في الصور. ده هو شكل بيضات على شكل حرف L زي ما انتم شايفين، بيضة عادية جدا، بس احسن هي تبقى طويلة شوية تبقى اطول. والحتة بتاعت التانية دي عشان تحط فيها الفلور، بتبقى فيها عادي جدا، بس في ناس تحط البيضات الطويلة بس مش على شكل حرف L، دي مشكلة ان ممكن تنط على الفراخ على طول، الفراخ على طول، دي مشكلة يعني مشاكل لازم نخلي بالنا منها شوية. كويس، ملاحظة صغيرة ان الإكليكتوس التدريب المستحسن انك تخلي القفص متر في متر في متر، ممكن تعمله اصغر شوية صغيرين، بس هو الاحسن متر في متر في متر، مش صغيرين قوي. فدي معلومة كنت عايز بس اقولها يعني، معلومة تانية كنت عايز اقولها ان هو في موطن اصلي استرالي، دي معلومة بس كنت عايز اقولها. التغذية، الببغاء الإكليكتوس بياكل ايه؟ بص، هو الاكل الإكليكتوس بياكل ايه؟ دي ممكن تخليها عقدة شوية يعني، نظام غذاء ممكن يكون مكلف شوية، فنحطوه بنسبة 50% بذور و50% فواكه وخضار بقى وحاجات، سواء بقى خس، جرجير، تفاح، مثلا ممكن تحطله عنب، اي فاكهة عدا افوكادو. دي عايزة اقولها افوكادو سم للحيوانات اصلا، الفاكهة 50% تحطها يعني كل يوم، ممكن تحط له فاكهة او كل يومين تحط له فاكهة، وخضار طبعا يعني مش هنساه. خلاص جايبنا الجوز، الذكر عرفنا انه اخضر انت يا حمرا، فعملناهم غذاء، عملناهم بياضة، عايزين ننتج بقى، تروح مكان ما يكونش فيه اي حق يعني، محدش يخش فيه الا انت فقط لا غير. وقبل ما تجيب الجوز هنتكلم دلوقتي
ازاي تجيب الجوز مش انتاج، لان الكلام ان انت ازاي تجيب الجوز تستقبلهم بعد كده تبتدي. اول حاجه انت هتفتش اذا كان جوز يعني مثلا كويس، يعني ما يكونش فيه وسخ، يعني في حته الاخراج ما يكونش الفرد تعبان، ويتاكد انه بالغ. هنعمل حلقه ازاي تعرف ان الطائر بالغ ولا لا؟ بس معلومه ان البالغ بتكون رجله خشنه، اللي هو خشنه جدا، لكن لو فرخ هتلاقي لسه رجله يعني لسه تحسها ناعمه شويه. وبتلاقي في الكليكتوس ان الزغلول عامل زي الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، اللي هو الشكل ده غريب، واصغر من ده. شايفين الشكل ده؟ بتبقى عينه سودا، وبتبقى اللي هو تحس ان الدكره مثلا بتبقى فيه لون اسود زي ما شايفين اسود. ده زغلول، ده مش اسود اللي تحت، ده اسود شويه من الارض العلوي. ده الصورة التانية مكانتش باينة اوي، اصلا ممكن يكون ده بالغ. ممكن نشوف الصورة التانية اللي هي دي زي ما انتوا شايفين. يبقى بصوا من الارض عامل ازاي، ده زغلول. وممكن تنتجه على عمر مثلا 5 سنين مثلا، ده حلو جدا. ومش 5 سنين مش هنبالغ، هو الاحسن 5 سنين، بس ممكن تعمله في 4 سنين مثلا عادي يعني. وعلى فكرة هنبقى نعمل فيديو عن ازاي تعرف الفرد مريض ولا لا، لكن مع يكون تعبان كده لو مش قادر يتحرك بقى وحالته حالة بقى ورجله متعورة بقى وحاجات، بتكون مثلا من قرو خشن شوية، دي احنا مش عايزين. احنا عايزين فرد سليم. وبعد ما نقينا كده وبيكون لابس دبل ساعات في الاكليكتوس عشان تتأكد ان هو جاي، عشان تتأكد ان هو جاي تفريخ مش صيد، لان الصيد ده صعب انتاجه، مش هقول مستحيل بس هو صعب ومحتاج حاجات وتكلفة كتيرة جدا، لكن احنا عايزين تفريخ اللي هو متعود على البشر عادي جدا. فاحنا نقينا الجوز، وبعد ما نقينا وتأكدنا ان هو لابس دبل، بس الدبل المقفولة مش مفتوحة، في دبل بتكون كده مفتوحة ده بيجيبوها لك صيد، لكن الدبل مقفولة كده خلاص، دي مقفولة، دي كده بتبقى دبل عادية، بتكون دبل اللي هو الببغانات مش صيد بقى، اللي هي الببغانات التفريخ، بيكون صاحبها جايب لها دبل كده مش مقفولة مفتوحة يعني. فدي كده بعد ما نقيناه بقى وكده، نحط بقى في النقالة في القفص. النقالة بعد ما نحطه في النقالة هناخد الفرد الخنود، نكون مجهزين قفص من الاول، او بعد ما نجيبه نجهز القفص بعد كده ندخله، يعني مش هينفع ندخله بعد كده نجهز القفص ويتفزعوا كده ومش هيردوا ينتجوا ابدا. الاحسن انت تكون يا مجهز القفص يا تخليهم هنا لغايه ما تجهز القفص بعد كده تحطهم، يعني حتى المفروض يخشوا يكون القفص متجهز اصلا. فبعد ما ندخلهم تكون حاطط طبعا كل حاجه، تطلع بره يومين كده ولا بعد اسبوع هما هيتعودوا على شكلك كده، ابتدي تحطهم الاكل. بعد انت تكون طبعا شايل البياض، بعد كده ممكن تيجي بعد اسبوع مثلا تحط لهم او اكتر، يعني يفضل اكتر شويه من اسبوع. تخش لهم اول حاجه تخش لهم مرتين في اليوم لا اكثر. وهتبتدي بعد مثلا فترة كده اسبوع او اسبوعين كده تركب لهم البياضة. الحالة دي هما اصلا لو انت مركب البياضة من الاول هما اصلا خايفين، هيكونوا جايين خايفين من القفص، خايفين بياضة، البياضة دي اصلا يعتبر جزء من القفص، هيتفزعوا اصلا. لكن لو ركبت لهم بياضة بعد شوية كده هما يحسوا بفضول اصلا، وهيبتدي يخشوا بقى ممكن اسبوع وراها تلاقيهم بيضوا عادي عادي جدا. فدي حركة ممكن تعملها في طيور كتير بالذات الضرة الهند يعني، وهنبقى نعمل عنه حلقة. طب ليه مش هينفع حتى مرة واحدة كل يوم، كل يوم يخشوهم مرة واحدة؟ عشان هما تسيب لهم راحتنا، تسيب لهم خصية يعني،
خصوصيه الجوز يعني دي مهمه جدا. هما ممكن حتى يخلوا البياضه اللي هو قبل ما يفرخوا، حتى ممكن يفرخوا في اسبوع عادي لو عملتهم الخطوه دي. وفي جواز تاخد وقت كتير، جواز انواع، في جواز ممكن تفرخ كده على طول، في جواز بتاخد وقت شويه. فانت بس اعمل اللي انا قلت لك عليه وان شاء الله ربنا هيرزقك. البوغان ده ممكن واحد بيتباع ب10,000 جنيه، او ساعات هو الشائع تقريبا بيتباع لواحد 7,000، والجوز سمعت ان هو بيتباع ب20,000 الجوز يعني. في من اللي ب8,000 9,000 ممكن 10,000 عادي جدا، بس في ناس كتير بتفضل النتاية عشان بيبقى محل الناس الناس بتفضل الدكر عادي يعني ازواج. وبس كده نكون وصلنا لغاية المقطع. اتمنى المقطع يكون عجبكم، اتمنى عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك، لان ده اهم زرار الكون كله الحياه، لان اللايك ده بيوصل فيديو لناس تانيه. اللايك ده بيوصل لشخص تاني عشان يستفاد من المعلومه دي. لو انت سمعت ما تنساش تحط لايك عشان غيرك يستفاد، اشترك القناه، دعم لينا نكمل اللي احنا بنعمله. فبس اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في الفيديو الجاي. سلام.